رمضان كريم والله أكرم على كل من يشاهدنا عبر قناة سامراء الفضائية، أكيد بحلقة جديدة من برنامجنا، برنامج جرام كلش، وهدايانا حلوة من الشركات الراعية، وأكيد دائما يشاركوني بالتصوير المصور علي الحسني صهيب مؤيد، والشركات هي اليوم هدايا هواية وكلش حلوة وقيمة وجميلة وراقية، لكن الهدايا هي مقدمة من أرجيلة ريتشمان الألمانية ومعسل الفخامة الإماراتي وفحم توم كوك الألماني وزيت أوركيديا للتجميل ومطعم بارلي، مطعم بارلي الراقي منصور شارع 14 رمضان، وبراند أوتليت، هذا البراند الراقي مجمع تروحوا هناك ايش تلقون يعجبكم به، وأكيد الحمزة للساعات مثل ما تعرفون سامرة حي الشرطة، سامرة وما أرقى أهل سامرة وطيبة سامرة وقناة سامرة، ودائما يشاهدونه عبر قناة سامرة والبرامج ومواقع التواصل الاجتماعي. برنامجنا برنامج جرام كلش، برنامج العالي العراقي، ونبدأ وياكم بأول فقرة وهي فقرة ركز وجاوب، وخلينا نشوف هسه من حي يفوز ويانا، لكن خل نروح نبدأ وياكم بأول فقرة. شلون؟ بعد روح حياك الله. شخبارك؟ الحمد لله بخيرك. بعد روح. شنو لك أنا؟ تغني لي. أغني لك يا موال. الله يبارك موال. إيش بيك؟ شو تريد؟ شو تريد؟ عودة كريم. كاسب. قلبه حسين. بك رشفة ياهو او مستحي كل شيء حبيبي الغالي اهلا وسهلا الحمد لله بخير رمضان كريم عليكم شباب رمضان كريم عليك احمد حمود احمد عمر عمر حياكم الله نبدا وياكم بالاسئله الفقره اسمها ركز وجاوب ركزوا قبل لا تجاوبون الهدايا هوايه وين الهدايا ما اعرف راح هناك الهدايا تمام ما هو الاسم الذي كان يطلق للعرب القدماء على معدن الذهب راح أعيدها مرة اللخ ما هو الاسم الذي كان يطلق للعرب القدماء على معدن الذهب ركزوا نعم سؤال موجه اي طبعا عندكم جوجل يلا افتحوا دوروا ما ادري ها المشكله قبل لا المعجم المعجم معجم ايه انا قبل في قبل التاريخ اني قبل التاريخ ما اعرف هو ما ادري اذا قلنا يعني اذا قلنا حبيبي ما اذا قال سهل امري تعرفون شويه تعرفون لو نغير السؤال غير السؤال تعرفون نغير غير السؤال اسالكم اسم اعلى هضبه بالكره الارضيه شنو اسم اعلى هضبه بالكره الارضيه هلقر ها هلقر شنو هلقر هلقر ما ناسي بالجغرافيا لك هاي حتى الجغرافيا مو موجودة ما عرفها والله صدق والله اي والله ودعت عيوني لفرس 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 هذا معجون مال اسنان لا يا عمي لا لا هاي مال ايران تعرفون له لا لا ما يعرف صدق والله انت جيت شطل اويلي اقف سؤال سؤال ما ادري رمادي هذا مات الرمادي هذا مات الرمادي لا يا معود يلا تحكي اي صدق بس السؤال مش هذا مات الرمادي هذا وين صاير الرمادي وين الرمادي الرمادي ايش تسوي منو قال لك عليك الله لا ما احد ما قال لا لا ولا احد السؤال هو مال الذهب لو غيره راجع وين هذا وين راجع والله ما راجع ترجع على البيت ارجع لما بتطابق يا لا لا يمكن قمه جبل هلقرت قمه جبل هلقرت قمه جبل هلقرت لا قمه جبل غير سؤال لا هضبه الهيمالايا هذا شنو وين الهيمالايا لا 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 غير سؤال غير ارجعوا لي تعال شويه تعال تعلمني ارجع السؤال ارجعت النومه اسمعني حبيبي ما هي اللغه التي يتحدث بها سكان النمسا 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 مسماريه ماشي راح اعطيكم خيارات يلا اوكي ماشي راح اعطيكم خيارات نعم زين فرنسي دقيقه حتى فرنسا ماكو اعطيك خيارات وردت باو علي فرنسي المانيا امريكا او البرتغال البرتغال الماني لا الامريكيه 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 اللغه الامريكيه المانيا المانيا امريكيه امريكي تعال 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 جاوبكم على المانيا من قلتي بس قول لي من قلتي حتى اقول لك اي لا اخويا جماعه وصلوا لنا اياها ايش لك دخل بالجماعه
ما اعرفها. تمام دقيقه ارجع لي بس ارجع لي ثلاثه هني. انت ايش قلت لي؟ المانيا. وانت؟ الامريكيه. الامريكيه. وانت؟ البلغاريه. حلو. وانت ايش قلت لي؟ المانيا. وانت؟ ليش ما حطيت النمساويه من الخيارات؟ انت ما لها كل خاصه لهم. ليش؟ شنو جاوبتك؟ المانيا خلينا. المانيا. المانيا. وياهم. وكذا يطلعون صح وتغلط. حلو. تمام. صحيح؟ هي المانيا. المانيا. تعال يا يا الله احمد ارجع لمكانك بسرعه. ارجع لمكانك هسه. بينك هذا السؤال اي واحد بكم راح يجاوب راح يجاوب. تمام ان شاء الله. ما هي المرآة التي تستطيع الرؤية من مسافة تبلغ مسيرة ثلاثة ايام؟ السحر. هي بس زرقاء اليمامة كانت تمشي مسافة. مرآة ماكو. غير انه سؤال. هذا اخر سؤال. قلنا خيارات. ما قعدنا بس طماطات. عيد لنا اياها سؤال. عيد لنا اياها سؤال. تعرف لو لا؟ لا. ها؟ غير لنا اياها سؤال يعني. عيد لنا اياها. هاي مو يمك الموضوع. عيد لنا اياها سؤال خلينا نسمع زين. عيد لك اياها سؤال؟ حلو. ما هي المرآة التي تستطيع الرؤية من مسافة تبلغ مسيرة ثلاثة أيام؟ ذبانة. لا ذبانة. ها. والله ما أعرف. تعرف لو لا؟ لا ما أعرف. شنو الجواب بسرعه؟ صعب. قلت لي الجواب شنو؟ قلت لك زرقاء اليمامة. طينا ارقيه رشمان تستاهل. تعال امي تعال تعال. هاي هديه مقدمه من ارقيه رشمان الالمانيه تستاهل. مبروك عليك يا حبيبي. تحياتي لك. مشاهدينا الكرام تعال اطلع لهيجي. الولد مات انتحر نفسيتهم تعبت. مشاهدينا الكرام اكيد وصلنا لكم الفقره الثانيه من برنامجنا برنامج جرام كلش وهي فقرة تردد الكلمات السريعة. ابقوا وياي. زين الحمد لله. والله بخير. لسن بالخير. علاوي. علاوي تشتغل. اسمك علاوي لو علي؟ دلعوني علاوي بس انا اسمي علي. ويلي عليك علاوي. بدول عمرك. علاوي تشتغل؟ انا احنا عندنا مطعم. يا مطعم. بالكاظمية. ويلي. شباب نتغدى هناك الفطور هاي. والله الي بيك. نفسيتك تعبان ادري بيك. بالكاظمية. وين؟ بالكاظمية. ادري بالكاظمية وين؟ هي منطقة اسمها الكاظمية باب الكاظمية. اي قول لي فاطمة حدد لي المكان. المنطقة كاظمية صغيرة. الفطور هناك شباب. هلا بيهم. يلا تمام. مو بس اثنين. لا الكل. هلا بيهم. لا خسارة. طياوي وعده ويومكم الحساب. شلونك حبيبي؟ حبيبي. شو اخبارك؟ الله يسلمك. ويلي بعد ناجي بالضيم. ويلي على اسمك؟ حسين. شو اشتغل حسين؟ كاسب. من ناصر؟ لا عمارة. ويلي على عمارة. تسلم. يلا. الله يحفظك. وطيبتكم. تسلم حبيبي. الحمد لله حبيبي. حيدر. وياه بمطعم. وياه. الكابتن. ايش قد يعطيك راتب؟ هذا مين زيتك اليوم امر عدل؟ لا زينه. ايش قد؟ زينه. قول لي. قول لي ايش قد؟ يوميتك ايش قد؟ يوميتي 20. سوليا 25؟ هو كل ايام دخل. لا 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 سوليا 25. مو صديقي وصديقي. لا لا حكي. كم ابره ضارب؟ من الاخر قول لي اياها. الله شاهد طبيعي. اكيد. اي والله. ولا بروتينات؟ ولا بروتينات. يعني ماكو اي شيء. الطاقة الشمسية. حبيبي الله يسلمك. معمل. وانت؟ عمار. عمار. سامح. شارك بطولات؟ ان شاء الله. حبيبي وشو؟ ها لا البطولات لما ان شاء الله. يعني شو؟ ولا سام؟ حلو. زين. ولا ابره؟ ولا ابره طبيعي. من هاني من هاني؟ لا اموال. ولا بروتين؟ هسه ايش تدور عنا غل من هبو؟ ويلي هاي هنا اخوي يسوي له هيجي. زين تمام. نبدي هسه. ركزوا وياي زين. الفقرة اسمها تردد الكلمات السريعة. يلا هاي واحدة من عند طفرة السحقة. راح أعطيك جملة تقول لي إياها سبع مرات على السريع.
خمسة قابل أربعة قابل ماشي وعشر تريد حتى تقول لي نوع الأبرة تمام قول لي شرشفنا مع شريف وشرشف شريف زي شرشفنا شلوني شرشفنا مع شريف شرشف شريف مع شرشف لا 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 شرشفنا مع شريف وشرشف شريف زي شرشفنا زي شرشفنا صعب هاي يلا شرشفنا مع شريف إيه؟ شريف وشرشف شريف وشرشف شريف زي شرشفنا زي شرشفنا يلا عيد لا صعب وما دبرها الا بالانجليزي قول ياها على بالانجليزي لا كذا بعرف ما دبرها عيدها والله عيدها نعم عيدها عيدها شرشفنا مع شريف وشرشف شريف زي شرشفنا لو ثلاث حلوق ما اقول هاي قول ياها مرتين شرشف شريف شنو؟ شرناه على الحبل هسه انا اخلي نفسي ويا شريف ويا شرشف يلا شرشفنا مع شريف وشرشف شريف زي شرشفنا شرشفنا مع شريف وشرشف شريف زي شرشفنا شرشفنا مع شريف شريف زي شرشفنا شرشفنا انت قلتها اول مره صح شرشفنا مع شريف شرشفنا مع شريف وشرشف شريف زي شرشفنا يلا شرشفنا مع شريف وشرشف شريف وشوية صعبة شوية اويلي انت صرت ستاند يلا شرشفنا مع شريف وشريف يم الحبل شرشفنا مع شريف وشرشف شريف بس ركز وياي الجملة الأولى سهلة بس الثانية لا صعبة شرشفنا مع شريف وشرشف شريف زي شرشفنا شرشفنا مع شريف وشرشف شريف زي شرشفنا شرشفنا مع شريف وشريف زي شرشفنا وشرشف شريف زي شرشفنا غير اخر مره راح اقول لك اياها اليوم قوم لك على القضيه يلا شرشفنا مع شريف وشرشف شريف زي شرشفنا شرشفنا مع شريف وشريف زي شرشفنا بس عيد لي شرشفنا مع شريف وشريف وشريف زي شرشفنا شرشفنا مع شريف وشرشف شريف زي شرشفنا شرشفنا مع شريف زي دبرها لا 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 شرشفنا مع شريف وشريف زي شريف شرشفنا مع شريف وشرشف شريف زي شرشفنا شرشفنا مع شريف وشريف زي شرشفين شرشفنا مع شريف وشريف زي شرشفين مو يجي لو لا طب كيفك شرشفنا مع شريف وشرشف وشرشف شريف زي شرشفنا شرشفنا مع شريف وشرشف شريف مع زي شريف مع زي شريف وانا شباب شو تقولنا واحد من الفوز هتاخذ وياي الجوائز ونبدأ وياكم الفقره الاخيره هي المحبس خلينا نشوف هسه منو راح يطلع المحبس ويصيح
مشاهدين الكرام اكيد بدينا بلعبه المحبس نادي بيتون، وهنا واحد معهم راح ينزل حتى يطلع المحبس وجوائزنا هوايه. جاهزين؟ يلا بات يلا منو راح ينزل بيكم من الثلاثه؟ هلا بيك هلا وجيتك هلا هلا هاك المايك هلا باو. هاي من عندي من عندي شباب، هاي من عندي هاي. شوف يعني انا لين حبيتك بصراحه، انا ما اطيق خصله من شعره، خصله من شعره طيب. كل واحد من عندهم راح يطق عظمه. خوش. هاي من عندي خوش. كل واحد افرز ثلاثتكم شباب، كل واحد من عندكم يطق عظمه. يطق عظمه طقيتوا؟ يلا افرزوا الثلاثه، طلع المحبس. صفقوا له شباب. يلا اعطني منه يعني اطق لك ايدين ما تقبل، شلون اعطيك المحبس؟ ايش اسوي له؟ من يلي بيته؟ شباب بسرعه، شباب ركز زين حتى طلع المحبس. اوكي ركز على كيفك، عندك وقت، ازم المايك، افرزوا شباب، افرزوا على كيفك. طق طق طق، صفق صفق جيبه. صفقوله اوقف لي بس المحبس، اريده ارجعه. انت فزت وياي باول هديه تستاهل، اعطيك اياها بنهايه البرنامج. تسلم زملي، تعال على كيفك. شفته من نزل قبل باوع على عيون، شاف العضلات بس العضلات شويه متروسه. خاف اقول اعطيني اياها يقتلني. لا 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 يمي يمك والله هاي. بس دقيقه بيصير المحبس يتبيت بنفس الايد. بدله بسرعه. يلا جاهز؟ جاهز جاهز. لا تروح عليه ترى باع وجه اصفر. والله مو قلت لك انا يخوف. والله قلت لك والله. على كيفك. انا حج وياك قبل كل شيء. المحبس كان بيا ايد شباب؟ كان بلين. صفق انت صفق. اه صفق 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 صفق. افرزوا شباب، تعال امي. اي بعد باقي امك انا ما له دخل. عفوا 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 عفوا. واحده 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 واحده. اي واحده واحده. بسرعه بسرعه. وقت 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 وقت. فك هاي فك هاي فك هاي. اقرا لها غشوني. طين المحبس هسه بيت المحبس بيدكم. بيتو بيتو بسرعه. بيتو بيتو بيتو. جاهزين؟ جاهزين شباب. جاهزين. من راح ينزل بيكم؟ انزل انا. يلا انزل حسين. انزل باوع. هذا شو انت شذر قال يا ماما باوع منك؟ مو شوي لازم باوع هناك. تعال يمي. مثل ما هو قلنا لهم يطقون ثلاث عظمات، تقول لي ثلاث عظمات بسرعه بسرعه. افرزوا طلع المحبس، واذا ما طلعه بس باعه بس باعه. شو باعه؟ لا لا زين والله يدكم يدكم. افرز جيبه. سجل لي نقطه يلا. رجعت هذه سجل جاسم الاسوداني يسوي الاماجه وركت لك. من راح ينزل؟ اتخلك بالاخير. لا لا بالاخير. انا اريدك بالاخير. يلا يلا على كيفك. افرز شباب. افرز افرز مخنباوي. افرز 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 افرز. طق هاي بس قبل كل شيء، هذا المحبس بنفس الايد وبنفس اللاعب هو راح يفوز. منو بيدنا كان المحبس؟ بيدك؟ ها؟ اي بيد هذا. انت صفقت. اي اي جيب استاذي. والله عمي صفقوا له. شلونه؟ بيت المحبس بيته بسرعه. انت شفت باوع؟ شو اسمك بالخير؟ امير. امير بس والله بس على كيفك وياهم؟ لا لا الولد وجهه اصفر. ايه انا نفسيته تعبانه. يلا باع اسمع باع كلش باع. حتى ما راح اقرب عليكم حتى لهنا ما يعبر. هاك المايك يلا. فرز عفو. بيت مكان المحبس. فرز صفق صفق. شلون له دخل باللعبه بعد؟ مو ميصر. لا لا فرز فرز مره اللي يقول بات يمكن فرز. انت عصبي وياهم على كيفك خطايا الولد. طقايا ايدك ايدك طقاي ايدك جيب. والله عمي تستاهل. والله عمي تستاهل تستاهل تستاهل. نلبس المحبس. تعال يا كابتن. كابتن انت يعني ويا زيونا جروب. تحياتي زيونا جروب والعاملين بيها والتسبونسر بيها. لكن انت هناك ما اخذ مفلاح حملات ما اعطيك زيونا جروب، لكن احطيك ارجيله ريتشمان.
ألمانية تستاهل ومبروك عليك. شكرا. هاي أول هدية مبروك عليك هاي الأرجيلة. شكرا. وهنا أنت متزوج؟ إيه متزوج. نسيتك تعبان. لا لا بالعكس. الحمد لله. لا هاي راح أعطيك مطعم بارلي وجبة إفطار أو سحور لشخصين منصور شارع 14 رمضان شخصين. لا ما أريد. 300 طبون شخصين. تستاهل مبروك عليك هاي مقدمة مطعم بارلي مبروك عليك. أشكرك رحمة الله عليك. قالوا شيء طلع المحبس. هو طلع المحبس. تعال يمي. شوف أنت دخن؟ إيه. صدق؟ ها راح أعطيك باكج كامل لا تروح للأسواق ولا تشتري. بعد أحسن. جاك جاهز. زين. فحم توم كوك الألماني تستاهل هذا الباكج مبروك عليك يا حبيبي. بالعافية عليك يا حبيبي. صف كلهم شباب قبل كل شيء ما راح أعوفك. إيه. طبيعي احكي لي صدق حتى اعوفك. شلون يعني؟ لا ما عندي موضوع. طبيعي انا لاعب كلاسيك. طبيعي طبيعي ينزل بطوله بالبوتيته السنه هسه. طبيعي ايه طبيعي ياكل بوتيته وشويه خيار صدر دجاج. لك عيني صار له 3 سنين ما طلعت له هاي شويه زين ما يصير. شكركم شباب. أيوني. حياكم الله. مشاهدين الكرام انتهت حلقتنا اليوم وياكم برنامجنا برنامج جرهم كلش برنامج العائلة العراقية. شكرا على حسني. شكرا صهيب. شكرا خطاب القصاب. وأكيد حلقات يرهم كلش يومية الساعة 7 على قناة سامرة الفضائية وتنزل حلقة بمواقع التواصل الاجتماعي لقناة سامرة الفضائية وأكيد مواقعي آني بالفيسبوك والإنستغرام خطاب القصاب. أقولكم إلى اللقاء.